السلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الكيكه اللي غتنسيكم في كاع الكيكات اللي صايبتهم من قبل. الصراحه لا من ناحيه المذاق ولا الديكور كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر وتطبقوا النصائح والخطوات اللي ذكرتهم. كاين واحد الملاحظه صغيره احنا ما كننتبهوش ليها ملي كنصايبوا اي كيكه ولا اي طرطه. كناخذ شي وصف مع شي اخت في شي قناه كيكه مثلا، كنصايبوها من الاول حتى الاخر نفس الخطوات نفس المقادير كل شيء. ملي كنديروها في المول ديالنا ما كتطلعش. علاش ما كتطلعش؟ لحقاش حنايا ما عارفينش الديامتر ديال هذاك المول اللي خدمات به هذيك السيده. وكنتمنى من الاخوات في كل القنوات ديال الطبخ فين ما يصايبوا شي كيكه ولا شي طرطه حاولوا يقولوا القطر ديال هذيك الكيكه ولا ديك الطرطه باش الاخوات ولا الاخوان يصايبوا الكيكه ديالهم وياخذوا بعين الاعتبار بان هذيك الطرطه ولا هذيك الكيكه راه في هذاك الديامتر باش تجيهم حتى ما يطلع. لحقاش اللي ما جاتش الكيكه طالعه كتقول لك الوصفه ديال هذيك السيده راه الوصفات ديالها ما كيصدقوش. هما راه كيصدقوا ولكن حنا ما كننتبهوش لهاد الابتدائي طاي بهذا الشكل هذا. بلا ما نطول عليكم كنتمنى تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتطبقوا النصائح وفرجه ممتعه. كيف العاده العبار ديال المكونات غادي يكون ان شاء الله بكاس العنبه شفهيا وكتابيا بالجرام في الفيديو، وكذلك في صندوق الوصف غنحاول ان شاء الله نكتبهم بكاس ديال العنبه حتى هو، وكذلك بالجرام وحتى بالفرنسيه ان شاء الله غنكتبهم. على بركة الله بالنسبة للمكونات غنحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق، ساشية ديال الفاني، جوج خمارات، جوج بيضات كبار، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال دانون كبير من الأحسن يكون ديال الموز أو الفانيلا، الكرموس أو التفاح لكم الإختيار. أنا ما بغيتش ندير لكم كل فيديو في وحدة ديال التفاح ووحدة ديال الكرموس لحقاش نفس المقادير. اختاريت في هذا الفيديو هذا ندير نص ديال الكرموس ونص ديال التفاح، ولكن بالكرموس كتجي زوينه بزاف كنصحكم تجربوها. هنا كنشدو كيف العاده البيض مع شويه الملح والسنيده والساشيه ديال الفاني، كنضيفو النصف الاخر غنحطوه ابار، كنخلطو مزيان. من بعد ما كنطربو البيض والسكر مزيان كنبداو كنضيفو في الزيت. الزيت نبداو نضيفوه بشويه بشويه باش يتجانس لينا مع الخليط. كيف كتعرفوا الزيت صعيب باش يندمج مع السوائل الاخرى، اذا في هذه المرحله هذه بداو تزيدوا بشويه بشويه بحال غتبداو تطلعوا في المايونيز. من بعد غيبدا كيبان لكم الخليط ولا رطب بحال لا كريم باتيسيير، هذا دليل على النجاح ديال الكيك ديالنا.
سو هنا كنخلطوه مزيان، بقاو تفويتو فيه مزيان باش يندمج مع بعضياته. الخليط راه كيجي على هذا الشكل، هذا ثقيل شويه نورمال، لحقاش اي كيك ولا تورطه بهذا الشكل هذا فوق الفروي خصها تكون ثقيله باش ملي تبدا كطيب الفروي ما يهبطش لتحت. القطر ديال هاد المول عندي 24 سنتيمتر، وهاد المرحله مهمه وانتبهوا لها في اي فيديو كتشوفوه ديال الكيك. راه كاين بعض الاخوات ما كيذكروش القطر ديال لي مول، في الاخر كتجربوا الكيكه او الطرطه وكتقولوا ما صدقاتش ليا، هي جات منفوخه وطالعه وانا جاتني رقيقه. راه نورمال، راه كتكون الكيكه عندها ناجحه 100%، ولكن الخطا ديالكم نتوما ما كتنتابوش لبعض المسائل بهذا الشكل هذا. الا كان المول عندكم اكثر من 25 غديروا ثلاثه البيضات، وفي الاخر ملي تضيفوا الدقيق زيدوا معلقه كبيره ديال الدقيق. هنا كنشد التفاح كنقطعو بهذا الشكل هذا، وحتى الكرموز ديالي. الصراحه هاد الكيك هاد الكيك هذا كيجي رائع خصوصا بالكرموز. انا درت لكم هاد المره في هاد الفيديو هذا نص كرموز نص تفاح، باش بلا ما نبقى نعاود نفس الكيكه لحقاش نفس المقادير. الوالده ديالي غتشوف هاد الفيديو ديال الكيكه بالكرموز غتقول لي كاينه كيكه بالكرموز عمرك ما درتيها لينا؟ واخا الله يهنيك. لحقاش حتى الوالده عزيزه على الكرموس بزاف، وتحيه لكل ام كتفرج في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للطياب غيبقى الطياب على حساب كل سيده كيفاش كتعامل مع الفران ديالها. انا عندي الفران ديال الضو كندير 160 درجه، كيكون مشاعل من قبل سخون 160 درجه. كنخشي الكيكه ديالي 20 دقيقه صافي، كنقلبها حتى تدوز 20 دقيقه عاد باش نقلبها بواحد العود ديال الخشب واش طابت ولا لا. ما كانتش طابت راه كنزيدها واحد 5 دقائق. وهنا ملي كنسالي الفروي ديالي كناخذ هذيك النص ديال الساشي ديال الفانيل اللي خليتوه كندردرو الفوق بهذا الشكل باش كيجيني اللون ديالو زوين، وحتى المذاق كيجي لذيذ. وكناخذ واحد شويه الزبيب، لحقاش الزبيب كيتماشى شويه مع التفاح والكرموس كيبقى اختياري. يمكن لكم تزيدوا عاوتاني لي زاموند ايفيلي.
وملي كتخرج الكيكة ديالنا من الفرن كندهنوها سواء بالناباج ولا الكونفيتير ولا العسل حسب المتوفر وحسب الذوق ديال كل واحد. وهنا عمرت عليها واحد البريق ديال الطيو في خويغوج لحقاش كيعجبوني الفواكه الحمراء بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الكيكه هادي لحقاش كتجي زوينه وتستاهل التجربه. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الكيكه هذه وتردوا عليا في التعاليق. بالسلامه عليكم.